يا إلهي يا أرحم الراحمين، هذا النشيد قد، يعني تعرف أنت القد هو بيكون يعني أغنية بينقام الكلام بينحط كلام، مثل يا إمام الرسل يا سندي، يعني هي تحت الهودج وتعالجنا وكذا، قاموا هذا اسمه قد. فيا إلهي يا أرحم الراحمين، لحن تركي معروف يعني اللحن، وأنا قددته والأستاذ عبد الله المؤمن كتبه وقال طريقة الغناء التركي، الهنج واللكنة نعم طريقة يعني تختلف، وكان وزعه الأستاذ صبحي البدوي مع ميوزك كاملة، والحمد لله. وهلأ بدكم تسمعوه بطريقة مع الدفوف، وأرجو لكم السماع الطيب الهنيء. يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين، الله الله عالما بأسرار العالمين عالمين، الله الله يا جابرا كل كسر علينا بفرج قريب من قريب، الله الله تكرم علينا بفرج قريب من قريب، الله الله وأبعد عنا الأشرار يا مجيب يا مجيب، الله الله وفرج عن المسلمين المسلمين، الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين، الله الله يا عالما بأسرار بالألطاف بالألطاف، الله الله سبحانك دارك أمتنا بالألطاف بالألطاف، الله الله وسلم وأنجينا مما نخاف، الله الله المسلمين المسلمين.
الله.